السلام عليكم خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد. ميرسي سي جونتيلا. جابت لي واحد السروال تيك، كنت وصيتو عليها، خدامه هنايا في ستور تاع نايك. الوغ السلام عليكم خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كاين الجديد. الفيديو ديال اليوم الخوت، نحاول نبارطاجي معكم واحد اخر ما كاين في الاير ماكس، اير ماكس 90. هي هادي اس او، هادي ما عرفتش مصورين فيها ببوشه، سميتها موفين كومباني، وي ولا بالفرنسي اونتربريز دو ديميناجمون. ما عرفتش بالضبط علاش سموا هذا الاسم هذا، مي عجبني الديكور ديالها، هاد الزواقه هادي اللي كاينه هنايا، حتى الكولور تاعها مفتوح. بالضبط ما عرفتش علاش سموا هاد السميه هادي. كتب لكم انا واحد البابوشه هنايا خوتي. الموسيقى هنا مجهده، على الله ما طلعش ليا في الكوبي رايت، سينو غادي يوقفوني القناه. الوغ الخوت، بياسه مفتوحه عجبتني، زوينه في هاد السيستيم بالخضر، هاد الكوتي بالخضر. الزواقه تاع هي مستيليه، كيف قلت لكم اللوان تاعها مفتوحين. هادي نورمالمون حنا الخوت اليوم في لو ان فيفري، يعني واحد في شهر جوج. هاد البياسة تلاحت البارح 30 شهر واحد. نحاول نوريكم الثمن، الثمن تاعها 160 اورو، اير ماكس 90 اس او. بياسة زوينة عجبتني شخصيا، اللهم بارك. البياسة كيفاش دايرة الخوت بجوجهم، عجبوني في هاد اللوان هادو، وعجبوني في هاد الديكور هذا. كما قلت لكم الخرف الخوت، ما عرفش علاش سموها موفين كومباني اولا اونتربريز دو ديميناجمون بالعربيه، يعني شركه النقل، ما عرفش اكزاكت. المهم حاولت نبارطاجي معكم بان هادي اخر ما كاين حاليا دابا في اير ماكس. ديك الدريه قبيله جابت لي هاد السروال تيك، تحيه الاخ فتحي، تحيه الاخ رضوان، رضوان نصيح، الناس تاع اسبانيا. المهم الخوت، هذه البياسه تاع اليوم، اخر ما كاين في الاير ماكس حاليا اليوم الخوت. حنا راه في واحد في شهر جوج، هذا ما كان الخوت. ما تنسوناش بالدعم، بلي لايك، بلي جيم، وبلي كومونتير، باش يوصلك ديما الجديد. خليناكم في رحمة الله، السلام عليكم.